بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا بكم في محاضرة من محاضرات مقرر المحاسبة المالية المتقدمة. لازلنا بنتكلم في موضوع المحاسبة في المنشآت ذات الفروع، وتناولنا قبل كده إزاي نسبة العمليات اللي بتتم ما بين المركز الرئيسي والفرع في دفتر اليومية. النهاردة عايزين نتكلم في موضوع تاني وهو القوائم المالية المجمعة. يعني إيه؟ احنا عارفين إن القوائم المالية الخاصة بكل فرع أو بالمركز الرئيسي هي هتعكس نشاط الفرع وهتعكس نشاط المركز الرئيسي كله على حدة، لكن لأغراض التقرير ونشر نتائج الأعمال للأطراف الخارجية بنحتاج نعمل قوائم مالية مجمعة. يعني إيه قوائم مالية مجمعة؟ يعني بتعكس نتائج أعمال ونتائج نشاط والمركز المالي بتاع المركز الرئيسي والفروع بتاعته كوحدة واحدة. دي بنسميها القوائم المالية المجمعة للمنشآت ذات الفروع. بالنسبة لكيفية إعداد القوائم المالية المجمعة، هي بنتبنى فيها تقريبا نفس المبدأ ونفس الطريقة اللي عملناها في القوائم المالية المجمعة للشركات الإيه القابضة والتابعة. يعني إيه؟ يعني بيتم فيها استبعاد العمليات البينية. يعني ايه العمليات البينية؟ يعني العمليات اللي تمت ما بين المركز الرئيسي والفرع او فرع وفرع اخر، دي بنسميها ايه؟ تحويلات داخلية او عمليات بينية ما بين الوحدات دي، بيتم ايه؟ يتم استبعادها ثم يتم تجميع كل البنود المتشابهة. يعني النقدية في المركز الرئيسي تجمع على النقدية في الفرع، المبيعات بتاعة المركز الرئيسي تجمع على المبيعات اللي في الفرع، فيديني المبيعات المجمعة. تمام؟ يبقى إذن احنا هنعمل ايه عشان نعمل قائمة مالية مجمعة؟ العمليات البينية او الداخلية اللي هي زي ايه؟ جاري الفرع، جاري المركز الرئيسي، بضاعة مرسلة للفرع، بضاعة واردة من المركز الرئيسي، كل ده هيستبعد. والحسابات المتشابهة هتتجمع على بعض في الخانة بتاعت الايه البيانات المجمعة. طيب علشان نعمل القائمة المالية المجمعة برضو زي ما عملنا قبل كده، بنعمل برضو ورقة عمل. هنعمل ورقة عمل للمركز الرئيسي والفرع، بنعمل فيه هنا الإضافات، هنا الاستبعادات، وبعدين آخر خانة هي البيانات المجمعة اللي بيتم منها إعداد القوائم المالية بعد الاستبعاد والإضافة. يبقى إذن كخطوة أولى عشان أعمل قوائم مالية مجمعة لازم بعمل إيه؟ لازم بعمل ورقة عمل. طيب ناخد مثال علشان نشوف إزاي بنعمل القوائم المالية المجمعة. هنا بيبقى معطى ميزان مراجعة في بنود وفي حسابات للمركز الرئيسي والفرع، وبيدي لك معلومة إضافية عن بضاعة آخر المدة كانت في المركز الرئيسي 48,000 وفي الفرع 24,000. ايه المطلوب؟ ان انت تعمل ورقة العمل وتعمل القوائم المالية المجمعة. ادي المعطى، هنا خانة البيان، دي كلها الحسابات اللي خاصة بالمركز الرئيسي والفرع. ده ميزان مراجعة للمركز الرئيسي والفرع. الخانة دي مدينة والخانة دي دائنة، الخانة دي مدينة والخانة دي دائنة. من البيانات ديت والمعلومة الإضافية بتاعت بضاعة آخر المدة، عايزين نعمل أول ورقة العمل وبعدين القوائم المالية المجمعة. طبعا أهم خطوة هي خطوة ورقة العمل، هي اللي احنا شايفينها دي، هي دي كده ورقة العمل. لأن هي لو الخطوة دي تمت، لما بوصل للعمود الأخير اللي هو المجمع ده، منه بطلع القوائم المالية المجمعة. وهنلاحظ إن أصلا قائمة ورقة العمل متقسمة للقوائم المالية التلاتة. أول جزء لقائمة الدخل، الجزء ده لقائمة الأرباح المحتجزة، والجزء الأخير لقائمة المركز المالي. إذا أنا لما أخلص ورقة العمل أعتبر حليت المسألة. طيب نبدأ خطوة خطوة كده. هنبتدي بالمعطيات اللي هو مديها لي. هبتدي أعمل الأول أو هجمع بنود قائمة الدخل الأول. مثلا المبيعات في الفرع الرئيسي 420,000، في المركز الرئيسي آسف 420,000، الفرع 184. دول كده بندين متشابهين يتجمعوا على بعض في خانة الإيه المجمع، ومفيش ولا إضافة ولا استبعاد عليهم. لكن مثلا بضاعة مرسلة للفرع،
موجودة ظاهرة هنا في المعطيات في المركز الرئيسي ب 68,000. البند ده قلنا ده بند ايه؟ اللي هي عمليات بينية او عمليات ايه ما بين الفرع وما بين المركز الرئيسي، ده يستبعد. فهنحط نفس القيمة في عمود الاستبعاد وفي خانة المجمع هيبقى صفر او مفيش. طيب بضاعة اخر مدة هنجمع بتاعة الفرع الرئيسي بتاعة المركز الرئيسي على الفرع ونحط في المجمع. ممكن نطلع هنا ألف، هنجمع العمود بتاع الرئيسي وهنجمع العمود بتاع الفرع وهنجمع الايه المجمع، يعني 604,000 6,040,000 دي هتتجمع على 72,000 هيدينا الرقم ده. طيب بضاعة أول المدة موجودة في الفرع الرئيسي في المركز الرئيسي 80 ومفيش في الفرع، يبقى تنزل زي ما هي لأن ولا في إضافة ولا في استبعاد، هتنزل زي ما هي. يبقى إذن البنود المتشابهة بتتجمع، لو بند وحيد بينزل زي ما هو، لو في بند هيستبعد بشيله خالص ما بنزلوش في خانة المجمع. زي مثلا مشتريات هنا في المركز الرئيسي وفي في الفرع، يبقى الاتنين يتجمعوا على بعض. لكن مثلا بضاعة واردة من المركز الرئيسي دي كده عملية بينية، هنا مفيش لكن هنا ايه 68,000 تستبعد. طب مصروفات، نجمع المصروفات دي على دي ونحط هنا، وبعدين اجمع الجزء ده عشان يديني به، واجمع الجزء ده عشان يديني به، واجمع الجزء ده. طيب احسب صافي الربح ازاي؟ صافي الربح هيساوي ايه؟ الف ناقص ب. هحسب هنا الف ناقص ب اطلع صافي الربح، الف ناقص ب اطلع صافي الربح، الف ناقص ب اطلع ايه صافي الربح. طيب ادخل على قائمة الارباح المحتجزة، عندي رصيد ارباح محتجزة اول مدة في المركز الرئيسي 60,000، هنا مفيش يبقى انزل زي ما هو، زائد صافي الربح اللي انا حسبته منين؟ اللي انا حسبته في قائمة الايه؟ قائمة الدخل، يعني الارقام دي، الرقم ده هينزل هنا والرقم ده هينزل هنا وهجمعهم على بعض واحطه هنا، اللي هو نفس الرقم ايه؟ نفس الرقم ده، يعني ده برضه هينزل هنا، تمام؟ واجمع ارباح محتجزة على صافي الربح. مفيش في المسألة توزيعات، لكن لو في بنطرحها، تمام؟ هنجمع ده على ده نحطه هنا، هنجمع ده، آسف، ده هينزل زي ما هو، هنجمع ده على ده ونحطه هنا. يبقى كده طلعنا إيه؟ قائمة الأرباح المحتجزة. ندخل على رقم 3، قائمة المركز المالي، نفس الشيء، نقدية على نقدية نجمع، عملاء على عملاء نجمع، بضاعة آخر المدة طبعا دي أنا هحطها، دي في المعطى الإضافي مش موجودة في ميزان المراجعة، أنا هضيفها، تمام؟ لكن حساب جاري الفرع ها يستبعد وما يظهرش هنا. أصول أخرى مفيش غيرها مركز رئيسي، هننزلها زي ما هي وأجمع الأصول كلها عشان يطلع لي إيه الرقم ده 616,000. طيب بالنسبة للالتزامات وحقوق الملكية نفس الكلام، دائنون على دائنون نجمع، رأس مال ينزل زي ما هو، أرباح محتجزة نجمع، حساب جاري المركز الرئيسي ها يستبعد، ونجمع الالتزامات وحقوق الملكية لازم طبعا يطلع قد إجمالي الأصول. بكده هنشتغل على آخر عمود، ده اللي هو العمود المجمع، هطلع منه القوائم بقى، كل قائمة مستقلة بذاتها زي ما هنشوف. المطلوب التاني هو إعداد القوائم المالية المجمعة، تمام؟ هناخد بقى، هنعتمد على آخر عمود في ورقة العمل اللي هو عمود البيانات المجمعة، وهقسم بقى كل قائمة إيه لوحدها. هبتدي بقائمة الدخل، هاخد بقى المبيعات أحطها هنا واخصم منها تكلفة المبيعات. عبارة عن ايه تكلفة المبيعات؟ بضاعة أول مدة زائد المشتريات ناقص بضاعة ايه؟ آخر المدة. أحطها الناحية دي عشان أطرحها من المبيعات عشان يديني مين؟ مجمل الربح. أطرح من مجمل الربح ده المصروفات، هيديني صافي الربح 176,000. خلصنا قائمة الدخل، أنقل على قائمة الأرباح المحتجزة أو قائمة حقوق الملكية. تاني قائمة هي قائمة الأرباح المحتجزة، قائمة سهلة جدا، هناخد رصيد الأرباح المحتجزة من عمود البيانات المجمعة من ورقة العمل، هجمع عليه صافي الربح اللي أنا حسبته حالا من قائمة الدخل، أطرح منه توزيعات الأرباح إن وجدت، لو في توزيعات أرباح بتطرح، عشان أوصل لإيه؟ أوصل لرصيد أرباح محتجزة آخر العام. كده بنوصل لآخر قائمة وهي قائمة المركز المالي، هناخد الأصول في جانب، نقدية، عملة، بضاعة آخر مدة، أصول أخرى هناخدها من
آخر عمود زي ما اتفقنا في ورقة العمل، ونطلع الإجمالي رأس المال أرباح محتجزة من القايمة، قايمة الأرباح المحتجزة، والدائي نون عشان أوصل لإجمالي التزامات وحقوق ملكية. شكرا ليكم، أشوفكم على خير.